هلا بلجونة، هلا حبيبتي، هلا بالغالية. هلا فيك جديدة، شلونكم؟ احنا الحمد لله زينين، انت شلونك؟ شلون ريلك؟ الحمد لله بخير، وسعود يسلم عليكم وايد. الله يسلمك حبيبتي. انزل ريلك ليش ما نزل؟ ليش انا لما جينا ما لقينا سيارة ابوي ولا سيارة عمي ناصر، قال اي مرة ثانية واسلم مرة واحدة. سبيشة وين العصير؟ وي فوزية أنا أسفة، من فرحتي بلجونة نسيت العصير، الحين دقايق وأجيبه. إيش فيك جدتي؟ ترى أنا مو غريبة. يا بعد عمري أدري إنك مو غريبة، بس أنتي ضيفة. يا سبيشة عيال هالوقت ما يعرفون هالسوالف. وأنتي صادقة يا فوزية، سوالف الأول نسيت. الحين أقومي بالعصير. اللي ما قلتي لي حبيبتي، شلون ريلك معك؟ لا يكون مثل هذيل الشباب اللي ثاني يوم من الزواج يتغيرون. لا يا جدتي، سعود وايد زين وانا وايد احبه ومرتاحه له. عسى دوم ان شاء الله. تعالي تعالي قدي يمي، انا مشتاقه لك، ابي اسولف معك. اقضب عدل اقضب عدل، حصان هذا ايش فيك؟ حصان يبيله تعامل حصاني. حصاني حصاني وحصني مش اصعد، ايش فيك خايف؟ حصني غير يا الخبل، حصني هذا العيون تلق، هذا حصان اصعد، ايش فيك خايف؟ حبيبي انت، انا ما اخاف من شيء، تكلم عدل. لا كف على وجهك، تخرعني حبيبي. اسلم من قال سالم. المهم حبيبي انا اذا انت قاعد تنقد علي، انا يد 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 يدي الله حبيبي معروف اكبر خيال، انا يد 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 يدي شارك بحرب البسوس. تع 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 هذا اهم من يدك. تع تع لا تقول تع تع يروح ينحاش، انت ما تعرف تسولف. ولك انت ترى انت جاهل. زين لحظه لحظه يد اسمع شوف شوف شوف، تعرف تسوي هذه؟ لا 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 ما شاء الله عليك خبره حبيبي. سايس انت حبيبي، انا اعرف حق هالسوالف. زين يد يدك انا اعرف كل اهلك، شو اسمه هذا؟ يد 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 حبيبي، يد 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 شو اسمه؟ اسمه ضاري. ضاري؟ إيه؟ ايام قبل في ضاري؟ إيه؟ اخاف مشاري. شو تستعبط انت؟ ها؟ مشاري رفيجه. ما شاء الله. إيه؟ حبيبي يد 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 خلاص عاد درينا. اسمه ضاري، اسمه ضاري. شوف عرفه؟ إيه؟ قاعد طالعني، بس انا خليني اقول لك نقطة يمكن انت ما تعرفها. انا كلمه اي قول له فلا فلا بعد، ايش فيك هذا حصان؟ هذا مو طير. مو كذي. شوف خليني اقول لك شغلة. لحظة قاعد يتنفس هو، ايش فيك؟ لا لا. اوكي. يد يد ترى هو شو ريحة الخوف؟ لا هذا الكلب اختبار. شفت شلون انت تعرف كم شغله؟ شوف خليني اقول شغله، انا كلموني وزاره التربيه قالوا لي تعال من درسك، درسك مو درسك سوري، انت تعطي دروس فوبيا الخوف. لا 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 مو خايف منه، مو خايف. ها ها شوف شوف انت شنو قالوا لي؟ قالوا لي تعال درس تاريخ. تاريخ انا يد 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 درينا عاد يد شارك بحرب البسوس. ذبحتنا عاد، ايش دعوه الزير سالم؟ يد 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 ذبحتنا يد يد، ما اروح مع الجمعيه يد 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 ذبحتنا. انت غلط على يدي؟ لا لا والله العظيم الف لك الحين من راسها واسوق كف على وجهك يا جليل الحين. كلم عدل يد 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 خلاص عاد يد يد يد. زين ركب الحصان. يا ركب الحصان الحين. شوف يد 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 يدي. لا لا شوف الحصان، بركب الحصان عشان يقول لك يعني عشان شوف 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 هذا يلا والله ايش رايك بعدين نركب الحصان؟ خل نروح ناكل. انت شوف راكل يد 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 خلاص يا ايوه ذبحتنا. خليني اقول لك شغله، انت ما تبي تركب الحصان؟ يلا اذا انت تركب الحصان وانا براقبه زين؟ سولف معاه. شوف يا حصان شوف، طول بالك بس طول بالك، اصبر 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 اصبر. تبي تركب الحصان؟ اي اي حاول انت. يلا اركب يلا يلا اركب 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 يلا يلا اركب 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 هذا ايش فيه ما يرد علي؟ ايش اللي صار؟ حتى انا ما اذكر اني ضايقته او غلطت بشيء قدامه. بعدين هوا وين هي؟ ليش ما يد قالت ليش صار وياها؟ معقوله يكون طردها وما حبت تقول لي؟ انا لازم اروح لها الغرفه واتاكد. Yeah.
حبيبتي ايش فيك قاعده تبكين؟ انا السبب، كنت متوقعه انه بيطردك. انا اللي خليتك تروحين، حقك علي هو، سامحيني. ميمه انا مريضه ولازم اسوي عمليه. شنو؟ شو تقولين انت؟ ايش فيك تحكي؟ فيني سرطان في الدم. شنو؟ شو تقولين انت؟ شلون؟ من قال لك؟ ميمه انا كنت بالمستشفى والدكتور هو اللي قال لي، بعد ما تاكد من الفحوصات. ميمه واللي سلمك لا تقولين حق احد. ما يصير يا بعد قلبي، لازم اقول حق ابوك عشان يشوف شلون بيسفرك يعالجك، على الاقل يوديك دكتور خاص. بعدين لا تحاتي، ان شاء الله ما فيك الا كل عافيه. والله ذبحتني يا ترى، صار لي ساعه قاعد ما انا خلصت. انت بتركب ولا لا؟ ما هذا ديج قاعد يصير. انا بركب بس كنا بينام هو. ايش نام نوم. يا يبا هذا اللي علمك اياه، يد 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 الباري ذبحتنا. هذا شكله ملحق على يد يد. شوف في شيب هذا، ايه صح قديم. يلا يلا يبا هذه يد يد يد، خله يركب. يا اوس انا خبره حسن بطل الكويت حسن. خلاص وخر. اصبر قاعد تحن بنفس الموضوع. ركون اللي بتسوي شيء مو سهل، بعدها ماني خبرك بهالغباء، يعني انت اذكى من كذي. الحين جيبي عشان بتبرع حق واحده محتاجه؟ محتاجه على عيني وعلى راسي، بس تذكر ان اي واحد يبي يتبرع حق اهله يفكر قبلها 100 مره عشان يتبرع، وانت تبي تتبرع حق واحده؟ ما تدري وين الله قاطعها؟ ما تدري منو هذه اصلا؟ شنو ما ادري؟ ما تعرف تسولف انت، ايش فيك؟ انت تدري ان انا احبها واي شيء تبي راح اعطيها، هالمره محتاجتني واخليها؟ حبها وعطها اللي تبي، بس مو بهالطريقه. وبعدين وين اهلها؟ ليش ما يتبرعون لها؟ ما ادري وين اهلها وين اهلها، ايش عليك انت؟ هالشيء انا مقتنع فيه، انا فكرت واقتنعت بهالشيء وهذا شيء صح، خلاص مو شغلك عاد. ماشي مو شغلي، مع ان انا حاسس انه بيوم من الايام راح تخليك، بعدين راح تتذكر كلامي. طيبه، قاعد اقول لك غلطه وما راح تتكرر، الموضوع هذا ما راح ينعاد مره ثانيه. ما انا سمعت هالحكي، شو الجديد؟ قلت لي هالكلام قبل ورجعت خنتني، ماكو فايده منك. وغلاط شهود عندي إنه ما راح أعيدها، خلاص عاد سمعيني. سمعني أنت يا بدر، أنا ترى ماني ياهل عشان تقص علي، روح دور لك أحد ثاني تجذب عليه مو أنا. إيه ويكون بعلمك، أنا طالعة من هالبيت ما راح أطلع، ما راح أسوي نفس كل مرة وروح بيت أهلي. بتم قاعدة مو علشانك، علشان شهودة. بس حط ببالك شيء واحد، أنت بطريج وأنا بطريج. الحين هذا قدري عندك طاقة طريق وياي عشان أشوفك، وأنت لايف تليفونك ومطنشني. إيش تبين أسوي لك يعني؟ أقوم أرقص لك؟ الحمد ربك إني رديت عليك وعطيتك عنوان شقتي، ولا اللي مثلك المفروض. لا يا خلدون، أنا أختك، بعدين الحمد لله الحين أنا متزوجة. بعدين اللي صار غلطة وندمت عليها. غلطة وندمت عليها؟ انت شنو ما عندك احساس؟
الريال مات بسبتك، انا نوم ما اقدر انام، كل يوم احلم فيه. ايش تبيني اسوي؟ اذبح حمري عشان ترتاح؟ انا اللي غلطان ما ذبحتك حزتها. قوم روحي بيت ريلك، ما ابي اشوف رقعت وجهك مره ثانيه. خلدون ولي يسلمك، انا مستعد اسوي اي شيء، بس لا تزعل علي. تقدرين تقولين حق ريلك على اللي سويتيه؟ خلدون من صدقك. شفتي شلون ايش كثر ريلك يهمك؟ واحنا ولا فكرتي فينا وسويتي ويوهنا على اللي سويتيه. اخوي اسمعني. ما ابي اسمع منك ولا شيء. برا! اخوي اسمعني، خل اتفاهم وياك. بلا تفاهم بلا حكي فاضي، اقول لك برا! 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 فيكم صاير ليش ليش تطيني ها شوف لك مهله اسبوع اذا ما رديت فلوس اخوي اللي خذيتهم بالغصب راح اكسرك فاهم يلا شباب يلا حسبي الله عليكم حسبي الله عليكم يلا حسبي الله عليكم يا ويلي لو سمحت نعم عمي نعم طال عمرك هلا عمي هلا آمرني كم العطر عندك طال عمرك على دينار طال عمرك تفضل كم قرشه تبي؟ لا هذه لك وبدك تدعي للوالد ان الله يقومه بالسلامه. عسى الله يشفيه ويقومه بالسلامه ويخليك له ويخليه لك. مشكور وما قصرت. هذه كل السالفه. تساعديني ولا لا؟ ابيك تساعديني، تشوفي لي حل. بدر بصراحه السالفه ترى وايد شايده. يعني اذا انا مكانها كنت هديت البيت من زمان. بس يحليلها يعني للحين ما طلعت من البيت وانا بصراحه ما ادري شلون راح اساعدك في المشكله فضيحه يعني انا منو عندي غيرك يساعد ابيك تشوفي لي حل ابيك تكلمينها ما ادري بدر ايش اقول لك يعني شلون تبيني اساعدك بدر ليش كذي سويت وياها يعني طيبه مسكينه وحده طيبه حنونه ما قصرت وياك بشيء وقت نصايح الحين انا جايبك تنصحيني ما ابي اسمع اللوكلوك والحكي الفاضي بتساعديني ولا لا خلصيني زين انا راح اطلع لها فوق وراح اكلمها عاد ما ادري انا ما راح اوعدك ان المشكله راح تنحل لا لا انت ان شاء الله روحي كلميها وان شاء الله الموضوع بينحل بس روحي كلميها وتكفين قعدي وياها قولي لها بدر يحبك يموت فيك يموت على الارض اللي انت تمشين عليها قولي لها بدر مستحيل يتخلى عنك انت بس طيبي خاطره ان شاء الله تامر عمر وانا عندي اخو واحد بس بكلمها ولا تطولين واذا يعني شفتيها هذا طولي عادي المهم ان انتي من راسها ونسيت اقولها خد قولها ان انا اعشقها يلا هي تزيد من عندها ان شاء الله هذي تلين هذي شام راسها الكبر يابس آخ حسبي الله عليهم حسبي الله عليهم ويل أي هاك اشرب قل لي ايش فيك؟ ايش اللي مسوي فيك كذي؟ بس شرابك طيرت وهي جزاك الله خير ما أدري يا أم ناصر ما أدري أنا طالع من المكتب ولا ثلاثة شباب انزلوا من السيارة متلثمين
عيوني لا سلام لا كلام لا تفاهم طاخ طيخ شلخوني شلخوني شالوني ورضخوني بالأرض كسروا أعظامي حسبي الله عليهم ويعل إيدهم الكسر إن شاء الله. إنزين أنت ما عرفت هذيل الشابون؟ ما عرفت ما عرفت ولا لحقت أعرف شيء. انحاشوا بالسيارة حتى ما عرفت أخذ رقم السيارة. أقول ترى ما أبي أحد أعرف بهالسالفة. إيه تكفين يا رب. إيش هالمصايب هذه اللي جايتنا اليوم؟ مصيبة ورا الثانية. شكو بعد؟ إيش صاير؟ إيش عندكم؟ بنتك هوا. بنتي هوا؟ إيش فيها؟ مو قادرة أهدي يا خالد. أنا ما أعرف شلون يعني المرأة. الحمد لله على كل حال. مو أنا زعلانة، أنا خايفة. خلونا تكفى، لا تخليني بروحي. صدقيني ما راح أخليك، ولو بيدي أعطيك عمرك كله ولا أشوف إيش تبكين كذي. حياتي أنا ما راح أقصر معاك ولا شيء. لو إن شاء الله تبرع لك بدمي كله، المهم أشوفك مرتاحة ومستانسة. خلاص لا تبكي. إن شاء الله أنا باكر بروح لهم وأشوف النتيجة، وإن شاء الله يصير إني أتبرع لك. ناصر انت الحين من صدج ولا تغشمرين؟ من وين يا هالمرض؟ ما ادري ايش اقول لك يا وخيتي. المرض هذا منتشر وصار عادي، كنا انفلونزا. اي والله وانت صادجة، ديرتنا صارت كلها امراض. الصدقيني يا سبيكة، لو تمرين مستشفى مكي جمعة من غير شر، بتشوفين ايش كثر عدد المراجعين. الله ينتقم من اللي كان السبب. يقول لك هالاشعاعات تسري من ديرة لديرة. وانت صادجة يا وخيتي. ولا احنا وين وهلا امراض وين؟ اي والله وانتي صادجه. زين قولي لي هي وين الحين؟ من الصبح ابوها وداها المستشفى. وعلي الله يشفيها ان شاء الله. امين يا رب العالمين. متى صار هالشيء؟ ابو درى فيها؟ زين وانتي متى رايحت لها؟ يا الله. زين عميمة عافية، تكفين شوفني شنو يصير بالضبط وخبريني. يلا اوكي. اوكي. يلا باي باي. صباحك عسل. هلا سارة حياك. سارة؟ كذي ناشفة؟ زعقة وسارونا حبيبي شيء. ايش فيك؟ عسى ما شر. اختي هوا مدير هالمستشفى ظهر فيها مرض الخبيث بعيد عن الشر. لا اله الا الله. والمرض هذا وين بالضبط؟ هذه المعلومات اللي جتني بس مو اكيده انه بالدم. حد والله حرام ما تستاهل. بس يلا الله يشافيها ان شاء الله يا رب. انزين انت خلاص يعني لا تضايق وايد، ان شاء الله تتعالج وتصير احسن. اقول خوخه متى ناوي تخطبني؟ انت من صدقك
أنا وين وأنت وين؟ هذا وقت الحين؟ يلا عندك أنا بروح. طع هذا؟ هذه ذاتي أنا بطلعك من الضيق. مالت عليك. قوي يبا. هلا هلا بولدي ريكان. حياك استريح اشرب شاي. لا مشكور يبا، بس انا اقول لك اني رايح كم يوم الشاليه مع الربع. اي عادي روح غير جو، بس دير بالك على روحك ودير بالك من البحر تراه غدار. ان شاء الله يبا تامر. ريكان شكلك مو عاجبني، فيك شيء؟ لا يبا سلامتك، بس شوي راسي يعورني. يلا تمر على شيء؟ مشكور ما قصر، دير بالك على روحك. يلا في امان الله. الله يحفظك يا رب. حفظ الله يا وليدي. براكان هلا. وصيتك عيالي. يا اكو احد يوصي الابو على عياله؟ صدقتي متي صاحيه؟ بعدين انت وين رحتي؟ هذا انت موجوده، عسى الله يطول لي عمرك ويخليك لنا كلنا. هاج ابو هاج، شربي شاي، شربي شاي. عيال حبيبي خلص قهوتك وخلنا من المستشفى. غالي والطلب رخيص يا الغالية، تامرين أمر. وأنا بعد بروح معاكم. ليش لا؟ تروحي؟ أشوف ما قلت لي مثل ما قلت لها غالي والطلب رخيص. ولي آسفين يبا، غالي والطلب رخيص، آمري يا الغالية. مريم؟ شريفة ايش فيها؟ ايش دراني عنها؟ خلت ولي حبيبي ما عليك منها. اكيد غيرانة ليش اني دلعتني. انا بفهم شيء واحد، انتي لمتى بتتمين مدمغة؟ متى بتبطلين عقلك وتفكرين؟ واي فاطمة، انتي شكو دازة هوا حق الدكتور راشد؟ تدرين ان هو لفت الدكتور من وراك؟ اي بدر قال لي. انزين تعالي، بدر ايش دراه؟ ولد خالته؟ تبيني الصج؟ اول مره ادري بهالشيء. اها، يعني انت تعرفين ان الدكتور يصير ولد خاله بدر؟ عشان كذي طرشتيني له، صح؟ طيبه طيبة سمعيني سمعيني، أنا طرشت هوا حق الدكتور عشان أبيها تعرف لي شو السالفة. ما أدري إيش فيه، هو شي تغير علي مرة واحدة. إيه إيه أبيها تعرف لي شو السالفة. لا والله، خليني أنا أقول لك السالفة عيل. السالفة حبيبتي إن هوا راحت قالت حق الدكتور إنك ما تبينه، وإن أصلاً موضوعك معاه كان مجرد علاج، وعقب ما طبتي ما أنت بحاجة له. لا وزيدك من الشعر بيت، بنت اخوك راحت قالت حق الدكتور انها معجبه فيه وتبي حقها بروحها. الدكتور يصير؟ يصير انا اتبرع لها؟ لا خلاص، المتبرع موجود، بعمل له الفحوصات والحمد لله النتيجه طلعت ايجابيه. الحمد لله الحمد لله، جزاكم الله خير، عساكم على القوه. بس ضروري تعرفني على هالشخص علشان اشكره. تعرف دكتور اللي ما يشكر الناس لا يشكر الله. ليه انت ما تعرفش مين هو؟ لا، يكون اخوها خلدون؟ لا مش اخوها، ده خطيبها. خطيبها؟ ايه ارتكبت اثم، اثم معصية بعد. لازم تعرف ان خيانتك لزوجتك هذا تعبير عن العدوانية والغضب اللي بداخلك، وهذا طبعا نتيجة الصراع والاقتتال ما بينكم. ايش فيك؟ قاعد اقول لك انا مو مرتاح وياها بحياتي. احس اني مشاكل. يا رجل افتح وياها موضوع الحمل. ابي اهل عاد. تحجج بألف حجة بس عشان تغير الموضوع، والفترة الأخيرة لقيت عندها حبوب من حمل. عشان كذي لازم تقعد مع زوجتك وتناقشون بكل هدوء وتعرف من هالأسباب، لأن في أشياء بحياتي يمكن أنت ما تدري عنها، لأن بيني وبينك موضوع عدم الرغبة في الإنجاب هذا هو رد فعل حياة المجتمع ونتيجة تجربة شخصية. يعني شنو؟ صاير لها شيء وهي صغيرة؟ لا بس بعض النساء يظنون إن إذا حملوا ويابوا عيال أن تتراجع مكانة الأنوثة عندهم مقابل مكانة الأمومة، ويبدأ الرجل يطالعهم في نظرة الأم
مو بنظرة العشيقة والحبيبة، وطبعا هذا حسب وجهة نظرهم يعني. يعني شلون اطالعها؟ شو الحل؟ الحل انك لازم تقعد مع زوجتك وتناقشون مثل ما قلت لك، واهم شيء ها انك تختار المكان المناسب انك تناقش فيه مع زوجتك، وطبعا هذا لازم لان له تاثير على الراحه النفسيه. يعني اقعد وياها بمطعم مثلا؟ ممكن اي مكان، المهم انه يكون مكان مناسب. خليني. ما راح اخليك عمري، راح اضل معاك لاخر العمليه. انا خايفه. تخافين وانا معاك؟ انا اسفني اذيتك معي. عفوا بس انا كلي في عيونك. طلع هدومك. وين على الله؟ بروح اقول المستشفى. شو انت رايحه؟ لا ماني رايحه ولا انت تروح بعد. يلا قعد ما في روحه. ليش يبا ليش؟ كلهم راحوا فشله. شو يقولون عنه؟ يقولون اللي يقولونه، واحنا شكوا فيهم. بعدين هي مدشه العمليات، يعني بتروح توقف عند الباب ناطور ولا شنو يعني؟ اي يبا نوقف وياهم ناطور، شو المشكله يعني؟ صدق انك مو كفو، انا بعزك وارزك قدامهم، وانت تقول لي بتروح توقف وياهم عند الباب؟ شو ترزيني؟ هوا بنت اخوي، شو ترزيني فيه؟ قلت لك ماكو روحه يعني ماكو روحه. يا يبوي انت منتي رايحه كيفك، بس انا بروح. روح راحت روحك، خلي محمد يهزئ فيك وانت واقف عند الباب. شغل ما طلع. زين ما قال لك وين راح؟ شنو عنده شغل؟ لا يما ما قال، بس اكيد راح يترزق الله على الوالد. ايش فيك؟ عسى ما شر يما. ايش فيك يما؟ عسى ما شر. والله اني احبك والله يا بعد عمري، وانا احبك واموت عليك، انت ولادي حبيبي. ايش فيك يما؟ صاير شيء؟ يما انا اخاف انك مقصر معاك بشيء، ان شاء الله يصير فيني شيء اذا انا مقصر. انا قاعد احاول كثر ما اقدر يما انا اسوي لك شيء زين، بس
ما ادري ايش فيني، ما ادري وش فيني، ما ادري. بسم الله عليك، بسم الله عليك يا وليدي، يا على يومي قبل يومك، ايش فيك؟ ما فيني شيء ولا مقصر بشيء انت؟ الحمد لله والشكر يا وليدي. كم حسابي؟ 40 دينار. نعم؟ 40 دينار علي؟ مسوية تسريحة؟ ويعني ايه تسريحة؟ انت بتسرقيني ولا ايه؟ اختي اهدي شوية، ندفع بهدوء. وانت مالك انت؟ انت خايفة من ايه؟ اكيد علشان بتسرقي الناس. لا انا ما عارفة اتفاهم معك صراحة، انا اتصل على صاحب الصالون وهو يتفاهم معك. انت بتخوفيني ولا ايه؟ اتصلي على صاحب الصالون وريني هتعملي ايه. ألو، شلونك أستاذ أوس؟ مالك أمر بس وينك فيه؟ أنا رايح المستشفى، ليش في شيء؟ خلاص خلاص، أنا خلي أخوي حني مرج. يلا ماشي باي. شو البنات هذول يسوون شعورهم ويسوون شغلهم ولا يدفعون فلوس؟ خلدون حبيبي، بس بغيتك بخدمة. ما تشوفون شر إن شاء الله. الشر ما يجيك حمي. أجر وعافية. الله يعافيك. حياك الله يا حجي، بس ممكن أعرف شنو الإعلان اللي تبي تحطه؟ طال عمرك أنا جايكم وأبي أحط إعلان بجريدتكم الإعلانية عن بيع كليتي. بيع كليتك؟ أبا بيع كليتي. وش حقك تبي تبيعها يا حجي؟ بيني وبينك أنا محتاج فلوس، والبيبان كلها تسكرت بوجهي، ما لقيت غير إني أبيع كليتي. بس يا حجي مهما كانت الظروف تمر فيها، ما أعتقد إنك تبيع عضو من أعضائك وأنت بحاجة له، بعدين أنت كبير بالسن ولك طولة العمر. شو أسوي؟ زوجتي مريضة وما لها علاج هني، لازم أوديها برا وأنا ما عندي فلوس. قلت أبيع كليتي وأعالج زوجتي. زين يا حجي، روح حق اللجان الخيرية، ترى ما يقصرون معاك. رحت لهم والحمد لله عطوني المكسوب، بس اللي عطوني إياه ما يكفي مصاريف السفر كلها. زين يا حجي، إيش رأيك أحط لك إعلان تطلب مساعدة أهل خير؟ ترى أهل الكويت سباقين فعل الخير. اي والله فعلا سباقين فعل الخير وما يقصرون، بس شو اسوي؟ ولدي مو راضي يحط اعلان، يقول هذا نوع من الاطرار. ما ادري ايش اقول لك يا حجي، هذا اللي اقدر افيدك فيه. موضوع بيع كليتك اتمنى انك تهون عنه، ترى بعدين يحوشك ضرر من وراه. شكرك وهدايت الله، مشكور وما قصرت، عسى الله يطول عمرك. حياك الله يا حجي، واتمنى ان الله يعينك ويشفي مريضك ان شاء الله. يشفي مرضى المسلمين كلهم. امين ان شاء الله يا حجي، حياك الله. نعم اخوي، ايش بغيت؟ انا خلدون اخو اوس. ايه هلا والله، حياك الله يحييك. وين الزبونه؟ ايه لحظه شوي انادي لك اياها. لو سمحتي تفضل اختي. مين ده؟ هذا صاحب الصالون. عسى ما شاء اختي، ليش متضايقه؟ متضايقه منكم، عامله لي تسريحه وطالبه مني 40 دينار
على ايه؟ اصلا فكيتها خلاص مش عايزاها. ما في شيء ما له حل، ما يصير خاطر شيء. لا طيب بصراحه مش هدفع غير 20 دينار عشان الحلال والحرام بس. ما في مشكله، دفع 20، واذا ما تبي تدفعين لا تدفعين. شكرا، تفضلي. اهم شيء تكون راضيه بس، ولا تزعلين علينا. شكرا، كلك ذوق. عن اذنك. مدام كذي انا بكمل ال20 هذه اللي ما دفعتها هالمره. تدرين بعد اوس اذا درى بيزعل. مشكور. هذه المشكله انحلت. يلا انا بمشي الحين. تمنع شيء ثاني؟ لا سلامتك. يلا في امان الله. سلامه. معقوله يا هوا تسوين فيني كذي؟ هذا وانا اللي وثقت فيك وكنت اقولك على كل شيء يصير بيني وبين دكتور راشد. وصلت فيك المواصيل انك تقصين علي وتحاولين تاخذين حقك بعد. يلا اشرب اشرب شوي. سامي والله تعبت. يلا يا حبيبي اشرب. تعبت. ماي 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 بس. يلا بس كل هذا عشان صحتك. ها شو شلونك الحين؟ هذا ابو هوا. خليديش خليديش موج ولا اسمي خالد بالريكان اخاف شيك او شيء. زين زين تفضل عمي تفضل. السلام عليكم. سلام. وعليكم السلام والرحمه. لا باس عليك ان شاء الله. لا باس. حياك عمي حياك. استريح. مشكور مشكور. ما تشوف شر ان شاء الله تقوم بالسلامه. الله يسلمك يا عمي الشر مايك. سموحه عمي ما ضيفناك بعد تدري ركان تو طالع من العمليات ما مداني اروح اشتري له شيء. لا 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 ما تقصر وانا ما ابي شيء. بعدين اللي سويتوه مو شويه ترى جميلكم احطه فوق راسي.